التواصل يستمر مشاهدينا الكرام ومتابعينا الاعزاء، وهكذا يسير شوطنا السادس في تعداد اشواط هذا اليوم والخاصة بمنافسة الجعدان. نتابع الصدارة والمقدمة والبداية الأولى، وهنا على المقدمة مخيف لعبد الله بن حسن بن عبد الله الشريف النعيمي على مقدمة الشوط، بينما في المركز الثاني أملول محمد بن مطر بن سلطان بشميل الاكتبي، وثالثا راغب هنا كحيلان عمر بن علي بن بخيت المسافري. أما في المركز الرابع منذر لسالم بن حمود المالكي، وخامسا الوصول من شاهين عبيد بن راشد بالعبد الاكتبي على المركز الخامس، بينما في المركز السادس اشوف نقد مبارك بن سالم بن جلاف المهيري يتقدم على المركز السادس، وسابع المراكز عندنا هباش بسري بن سالم بالعرطي الحميري يتقدم على المركز السابع، بينما في المركز الثامن اشوف هنا هملان علي بن مبارك بن سالم بن راشد الاكتبي يتقدم على المركز الثامن، بينما في المركز التاسع اشوف اللي قادم على المركز التاسع في هذه اللحظات. نراقب القدوم من قبل الشباب سعيد بن راشد بن رويقده الاكتبي، وعاشرا يتقدم اللي هو العارض لسالم بن مطر بن حاده الاكتبي يتقدم على المركز العاشر. هذه هي النتيجة مشاهدينا الكرام، وندائنا للعشر المراكز الأولى أوفينا لمسامعكم هذه الأسماء، ولكن نعود من جديد للمقدمة، نعود إلى الصدارة والبداية الأولى. عودة إلى مقدمة الشوط، عودة إلى الصدارة وإلى البداية، وهنا هباش اللي على المقدمة المسري بن سالم بالعرطي الحميري يتقدم هنا أبو أحمد بالأداء المتميز، بينما في المركز الثاني أملول محمد بن مطر بن سلطان بشميل الاكتبي يتقدم على ثاني المراكز، بينما في المركز الثالث أشوف اللي قادم واصل لنا هذا الشبابي سعيد بن راشد بن رويقده الاكتبي على المركز الثالث، بينما في المركز الرابع هنا هملان علي بن مبارك بن سالم بن راشد الاكتبي يتقدم على المركز الرابع، بينما في المركز الخامس عندنا الان اللي قادم هذا مناور لعلي بن هلال بن عبد الله النعيمي يتقدم على المركز العاشر. هذه هي مراكزنا والكيل والمتر الاخير، الكيل الخطير ما شاء الله وتبارك الله، ولكن هنا الشبابي اللي على المقدمه اللي على الصداره الاولى ياتي سعيد بن راشد بن رويقده الاكتبي، بينما في المركز الثاني اشوف هنا
هباش مسري بن سالم بن عرطي الحميري اللوو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 و
سلام يا سلام. الشبابي وهباش، الشبابي وهباش، ولكن هنا الشبابي، الشبابي على المقدمة، الشبابي على الصدارة الأولى، سعيد بن راشد بن رويقدة. الاكتفي على المقدمة وعلى المركز الأول، بينما مسري بن سالم العرطي مقدم لنا هباش يحاول مع ال 400 متر الأخيرة، ولكن اللحظات النهائية، اللحظات الأخيرة، روح الله وياك يا بن رويقدة، مقدم لنا الشبابي، ويبدو أن من سلالة الشبابي، من سلالة الشبابي، صدر التعليمات على الشبابي، وراح الشبابي يستجيب للنداء، يطوح للنداء ما شاء الله. سلام وتحية واحترام لمالك الشبابي سعيد بن راشد بن رويقدة، الاكتبي تهانينا على هذا الفوز وهذا الانتصار. مشكور يا ابو مشعل، مشكور. لحظة وصول الى خط النهاية، هذا الفوز والانتصار بين امام المركز الثاني هباش مسري بن سالم بالحرطي الحميري، والمركز الثالث وصل مناور لعلي بن هلال بن محمد بن عبد الله النعيمي. هذه هي النتيجه مشاهدينا الكرام للمراكز الاولى في الزمن 6 دقائق و17 ثانيه. تهانينا وناموس للجميع.